السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سؤال آخر مكتوب من أخينا عبد الكريم، يقول كيف يمكن علاج مرض العصر وهو الاكتئاب؟ حقا مرض العصر هو الاكتئاب. عصرنا عصر الذرة والمجرة والصاروخ والقنبلة وعصر الإعلاميات والثورة العلمية، ولكنه عصر الاكتئاب بامتياز. الإنسان المعاصر أشقى إنسان في التاريخ. الإنسان القديم رغم لم يكن عنده حضارة ولا مدنية لكن كان أسعد منا. عصر السكري وعصر ضغط الدم وعصر الاكتئاب والقلق عصرنا. كيف يمكن أن ننجو من ذلك؟ النجاة بسيطة للغاية، وهي في أن تقترب من الله. أسجد واقترب أحسن علاج وأسرع علاج، العلاج الفعال في معالجة الاكتئاب. أسجد واقترب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كلما كنت قريب من الله تعالى تكون بمنأى عن الاكتئاب. ولا بد أن تتناول فيتامينات في الصباح والمساء، أكثر من أكل الفيتامينات. أية فيتامينات هذه؟ الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد. هذه فيتامينات، كلما أكثرت منها يصعد عندك هرمون السعادة، ويصعد عندك هرمون المناعة، ويصعد عندك هرمون الرحمة، وتكون بمنأى كامل عن الاكتئاب. الله يشفي الجميع يا رب. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.